هكذا ردت بشرى عقبي على خبر زواجها. ردت بشرى عقبي على تداول خبر زواجها بشكل مفاجئ بعدما أثار الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفت بشرى عقبي بشكل قاطع هذه الأخبار مؤكدة بأنها لم تتزوج. وكان النشطاء قد تناولوا صورها بفستان الزفاف إلى جانب شاب يبدو أصغر منها. وقالت بشرى ردا على إحدى متابعاتها على موقع انستغرام: لم أتزوج، لو كنت تزوجت كنت قلت لكم، ولو هتاخدوا برأيي فدي حاجة تخصني، اسمعوا مني، أنا الوحيدة التي تقدر تقول الحقيقة. أبدى فنانون وممثلون وشخصيات معروفة في الجزائر تضامنهم الواسع مع الممثلة والفنانة الصاعدة بشرى عقبي بعد تعرضها لحملة شرسة تستهدف تشويه سمعتها بعد نشر مقطع فيديو صنع الحدث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن فنانون أن ما تم ترويجه هو جلسة حميمية بينها وبين زوجها الممثل القدير صالح أقروط المعروف بعاشور العاشر. لم يتوانى في نشر تغريدة عبر انستغرام عبر فيها عن تضامنه الواسع مع بشرى عقبي حين كتب قائلا: كلنا بشرى عقبي. سميرة صحراوي هي الأخرى أكدت تضامنها مع زميلتها بشرى عقبي وكتبت: استروا من في الأرض يستركم من في السماء. إضافة إلى العديد من الممثلين والمثقفين الذين عارضوا بشدة هذه التصرفات الصبيانية كما وصفوها. وفي ذات السياق قال الرابر كريم الغغانغ: هي كانت على وشك الزواج مع شخص أحبته، كانت لها فرصة بناء عائلة من جديد. أما الفنانة نضال فقد كتبت على الفيسبوك: ماذا استفاد الشرير الذي نشر الفيديو؟ بشرى فنانة محترمة ونعرف أخلاقها مليح. بدوره المغني محمد بن شنات تضامن هو الآخر حين كتب قائلا: أنا متضامن مع الفنانة بشرى عقبي، عيب كبير عليكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. علما أن مثل هذه الأمور تعد خصوصية مطلقة، ومن غير المعقول أن نجد أناس أو أشخاص يتلذذون برؤيتها والتفاعل معها. وأعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال مكتبها بولاية الجزائر تكفلها التام بقضية الفنانة بشرى عقبي التي تعرضت لحملة تشويه من طرف مجهول أراد بها سوء، حيث استنكرت الرابطة وبشدة الخرق الصارح والفاضح للحق الشخصي والذي تعرضت له الفنانة بطلة مسلسل جمع فاميلي. وكلفت الرابطة بموجب هذه القضية عمى زيتوني بصفته رئيس اللجنة الثقافية بالمتابعة وتقصي الحقائق لكشف الفاعل وتقديمه للعدالة. جدير بالذكر أن الفنانة الشهيرة بشرى عقبي تعرضت لمؤامرة من طرف مجهول بعدما نشروا مقطع فيديو يمس حياتها الشخصية، علما أن الأخيرة لقيت تضامن كبير وواسع من الممثلين وفنانين وإعلاميين أكدوا بأن بشرى عقبي بنت فاميليا. وأول رد فعل من الفنانة بشرى عقبي على الفيديو المتداول قال المخرج المسرحي محمد شرشال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه اتصل بالممثلة والفنانة بشرى عقبي بخصوص الحملة التي استهدفتها ومحاولة تشويه سمعتها. وأضاف محمد شرشال أنه وجد عقبي في صحة وعافية ومعنوياتها مرتفعة. ونقل شرشال عن بشرى عقبي قولها: شرشال ما تخافش علي. وأضاف شرشال قائلا أنها توكل أمرها لله من طليقها الذي نشر الفيديو وأخفى وجهه قاصدا الانتقام منها كونه خسر قضيته في العدالة معها. وتابع نقلا عن بشرى عقبي: الذي يظهر معي في الفيديو هو طليقي قبل الانفصال. وأضاف محمد شرشال قائلا: لقد أبلغتها أن الناس يساندونها وأن ما نشر انقلب على صاحبه وأن محبيها أذكياء لا تنطلي عليهم هذه المؤامرة مرة الدنيئة، وأخبرتني أنها تعلم بكل هذا وهي ممتنة
لكل من ساندها. أخيرا أوصيتها بالاهتمام ببنتيها ليتجاوزوا هذه المحنة بسلام. أبدت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي تضامنها مع الممثلة والفنانة بشرى عقبي عقب نشر الفيديو الذي استهدف تشويه سمعتها. وقالت نعيمة صالحي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن ثغرات قانون الأسرة الجزائري جعل المرأة الجزائرية عرضة لكل سوء وقضية يتاجر بها أصحاب التحرر والانحلال. وتابعت قائلة: قضية السيدة بشرى عقبي هي قضية كل امرأة قسموا فؤادها بين أفلاس كبدها وحياتها الخاصة التي من حقها أن تعيشها. وأضافت: لقد حذرنا مرارا وتكرارا لخطورة هذا الإجحاف في حق المرأة المسلمة كالطلاق التعسفي وحرمانها من أبنائها بعد الطلاق أو الترمل إذا عزمت على الزواج من رجل آخر. وأشارت صالحي بقولها: لقد فرض عليها هذا القانون أن تعيش كالمعلقة وهي مطلقة. مجتمع يعاقب المرأة على فاحشة الزنا بنبزها ولعنها ويسلم شاح الفحولية للزاني لأنه ذكر. مفارقات متناقضات يجب معالجتها في قانون الأسرة الجديد. تواصل الممثلة بشرى عقبي مواجهة سلسلة من الملفات القضائية أمام المحكمة بسبب خلافات سابقة بينها وبين طليقها الفلسطيني وعائلته بعدما فصلت العدالة مؤخرا في شكوى تقدمت بها بشرى عقبي تخص التهديد والسب والشتم وإدانة شقيقات زوجها غيابيا بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة لتمثل مجددا الأحد أمام محكمة الدار البيضاء عن تهمة السب والشتم، وذلك بعد شكوى قيدها ضدها طريقها الذي اتهمها بتوجيه عبارات سب وشتم إليه خلال زيارته إليها بمنزلها. وتضمنت تصريحات طريق الممثلة بشرى عقبي خلال الجلسة جملة من الاتهامات لهذه الأخيرة بسبه وشتمه أثناء زيارته إليها للحديث عن بعض الخلافات والتي نشبت مؤخرا بينها وبين شقيقاته. وصرحت الضحية بأن المتهمة قامت برمي أساس المنزل وأغراضه وطرده من المكان برفقة صديقه الذي مثله والآخر كشاهد في الملف لتأكيد الواقع. من جهتها الممثلة بشرى عقبي لدى مصولها أمام القاضي أنكرت ما جاء على لسان زوجها السابق بخصوص السب والقذف نافية شتمها له أو إحداث فوضى كما زعم. وصرح محاميها خلال المرافعة بأن الملف ملفق وكيدي وجاء بعد مخطط رسمه طريقها حينما تنقل إلى مسكنها لمقابلتها صباح يوم الوقائع. ورغم فك الرابطة الزوجية بينهما بموجب حكم قضائي إلى أن الضحية أصر على دخول المنزل برفقة صديقه ثم اتهمها بطرده تحت وابل من الشتائم، وذلك انتقاما منها على الشكوى التي سبق أن قيدتها بشرى ضد شقيقته وسبق الفصل فيها من طرف المحكمة تتهمها بالتهديد والقصف. وطالب الضحية بالتأسيس طرفا مدنيا وإلزام المتهمة دفع تعويض مالي قيمته 20 مليون سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية تغريمها ب20 ألف في انتظار الفصل خلال الأسبوع المقبل. كما يرتقب أن تمثل بشرى عقبي بعد أيام أمام ذات الهيئة القضائية متهمة في ملف آخر.